وللحديث مشاهدينا عن التطورات الحالية في قطاع غزة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية. دكتور حامد بعد التحية، إذن حركة حماس تعلن قبولها مقترح وقف الإطلاق النار، كيف ترى هذه الموافقة من جانب وهل ستقبله إسرائيل أم لا؟ أهلا بحضرتك أستاذ رجائي وأهلا بالسادة مشاهدي التلفزيون المصري. طبعا يعني هي خطوة في الطريق الصحيح وخطوة ستؤدي قولا واحدا إلى نقل القرى إلى الملعب الأمريكي الإسرائيلي للموافقة على هذه الهدنة وهذا المقترح المصري، خاصة أن موافقة حماس على هذه الهدنة يعني هو انتصار للرؤية المصرية وصوت العقل المصري الذي سعى بكل قوة إلى إيجاد نوع من أنواع الأرضية المشتركة بين الطرفين. وبالتالي موافقة حماس تصب قولا واحدا في صالح العمل وبكل قوة على ترطيب وتهيئة الأجواء لإتمام هدنة إنسانية تفضي بعد ذلك إلى وقف شامل لإطلاق النار، ثم تفضي بعد ذلك إلى أن يكون هناك إنهاء لحالة الحرب ووقف شامل لإطلاق النار. ثم بعد ذلك تبادل المحتجزين. وبالتالي أرى أن الآن انتقلت الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأصبح المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية ملزمة للضغط على إسرائيل للموافقة على هذه الهدنة وهذا المقترح. هي بنود الاتفاق أو المقترح المصري القطري دكتور حامد هو وقف إطلاق النار، إعادة إعمار غزة، عودة النازحين، اتفاق لتبادل إطلاق أو تبادل الأسرى ما بين الجانبين. أيضا هذا المقترح بوقف إطلاق النار يتضمن ثلاث مراحل، كل مرحلة 42 ساعة. كان هناك خبر عن مسؤول 42 يوم. كان هناك خبر عن مسؤولين إسرائيليين أنها ستدرس الرد من جانب حماس بالموافقة على الهدنة. يعني أرى أن هناك ضغوط كبيرة بتمارس على حكومة الاحتلال الإسرائيلي وبالأخص على نتنياهو من قبل وزراء الحرب والمتطرفين في هذه الحكومة، سواء سموتريتش أو بن غفير، اللي بيسعوا بكل قوة إلى استمرار العملية العسكرية داخل قطاع غزة وبالأخص الإقدام على عملية برية، ولكن هذا لن يكون في صالح إسرائيل باعتبار أن إسرائيل يعني تتعرض لضغوط داخلية كبيرة، وشاهدنا الزخم الكبير من المظاهرات في الداخل الإسرائيلي من قبل أهالي المحتجزين للموافقة على يعني إتمام هدنة تفضي إلى تبادل المحتجزين وتفضي إلى هذه الهدنة تفضي إلى نوع من أنواع عودة كل المحتجزين الموجودين لدى حماس إلى إسرائيل مرة أخرى. أيضا الضغوط الأمريكية، خاصة أن موافقة حماس وخاصة بعد نوع من أنواع التراجع بعد ضرب أو قصف القاعدة العسكرية الموجودة بجوار معبر كرم أبو سالم، كان هناك نوع من التشاؤم، ولكن الآن بعد هذه الموافقة من قبل المقاومة عادت الأمور إلى نصابها السليم وإلى تحركاتها الإيجابية، وأصبح هناك ضغوط حقيقية، خاصة أننا شاهدنا أن كان في زيارة وضغط دولي حقيقي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واللي اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورفض رفض قاطع أن تقدم إسرائيل على أي عملية برية في مدينة رفح الفلسطينية. وبالتالي القرى الآن في الملعب الإسرائيلي الذي عليه أن يتحرك لقبول هذه الهدنة والتجاوب مع المقترح المصري، خاصة أن مصر بذلت جهود كبيرة مع الشقيقة قطر وبالتعاون والتنسيق مع الإدارة الأمريكية لكيفية فتح مسارات جديدة تفضي إلى ما نحن فيه الآن. والآن 50% من المفاوضات نجحت بموافقة حماس وال 50% الباقيين مع الجانب الإسرائيلي والأمريكي. هذا هو سؤالي التالي دكتور حامد، استشرافا للمستقبل طبعا دور مصري مهم ومساند للقضية الفلسطينية، أيضا المفاوض الفلسطيني خلال مباحثات الهدنة ليثمر في نهاية المطاف عن اتفاق هذه الهدنة، استشرافا للمستقبل كيف ترى مستقبل هذه التحركات؟ يعني في ظني وتقديري أن نتنياهو بين المطرقة والسندان، ما بين الضغط الكبير من قبل المتطرفين اليهود لاستمرار الحرب، وفي الناحية الأخرى الضغط الدولي الكبير والضغوط الداخلية التي تتعرض لها هذه الحكومة. ولكن على واقع الأرض إقدام إسرائيل على عملية برية في مدينة رفح الفلسطينية لن يحقق لها أهدافها، باعتبار أن هذه المدينة مكتظة بأكثر من 1.5 مليون
مواطن ونازح فلسطيني، وهناك رفض دولي كبير. وإذا قامت إسرائيل بهذه العملية هذا سيؤدي قولا واحدا إلى فقدان إسرائيل أي دعم دولي، وده اللي واحد بيه في الفترة الأخيرة الولايات المتحدة الأمريكية في تصريحات خاصة لبلينكين، واللي قال إن إقدام إسرائيل على عملية برية في مناطق رفح الفلسطينية سيؤثر على العلاقات، وكان هناك أيضا تراجع أمريكي في إمداد إسرائيل بالأسلحة. وبالتالي لابد أن تدرك إسرائيل بحسابات الربح والخسارة أنها إذا أقدمت على مثل هكذا عملية سيؤثر ليست فقط على العلاقات المصرية الإسرائيلية، ولكن على وجودها في المجتمع الدولي، وتدخل إسرائيل في عزلة سياسية كبيرة. شكرك شكرا جزيلا دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف.